محافظة جديدة تعلن نتائج امتحانات السادس الابتدائي هي محافظة النجف الأشرف. المديرية العامة لتربية محافظة النجف الأشرف تعلن نتائج امتحانات السادس الابتدائي الدور الأول، وهذا الرابط نتائج محافظة النجف نزلته بقناتي على التليجرام، راح أخليكم رابط النتائج بالوصف وأول تعليق. بقية المحافظات إن شاء الله بالأيام القادمة وبالساعات القادمة. هسه لحد الآن الكرخ الأولى والكرخ الثالثة والرصافة الأولى صلاح الدين وكربلاء والديوانية والنجف الأشراف وأربيل ودهوك. ليسأل على بغداد هواي يسألون على الرصافة الثالثة بعد لحد الآن، هي بقى يعني بقليل بقت الرصافة الثالثة والثانية وبقت الكرخ الثانية إن شاء الله بس ينزل الرابط رأسا للنزلة لكم.